كابتن ابو رجيله عضو الجمعيه اللاعبين القدامى، نرحب بيك في اخبار اليوم. اهلا بحضرتك. دلوقتي حضرتك طبعا عارفين حضرتك ان صاحب فكره تجمع الجاهزين ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك، حضرتك قول لنا عن الفكره دي جات لك ازاي ووجودهم النهارده بتوصل رساله ايه بالظبط؟ انا مش صاحب الفكره، انا من ضمن الاعضاء. فاستشرت الكابتن اللواء عبد المنعم الحاج واستشرت الكابتن شوبير بان احنا ليه كاعضاء نحاول بقدر الامكان واحنا لعيبه كره قدامى ان احنا نجمع الاهلي والزمالك في مكان واحد عشان الناس تعرف ان مفيش خلاف بيننا وبين بعضنا، لان الناس كتيره. وبعدين في نفس الوقت بنهنئ كابتن حلمي طولان على فوزه بكاس مصر، بنهنئ الكابتن محمد يوسف على فوزه بالبطوله وبالمستوى الرائع اللي ظهر عليه اللاعبين. وعايز اقول للناس رساله ان احنا رياضيين بمعنى الكلمة، ملناش دعوة بأي مشاكل في السياسة، خلونا في الرياضة لأن السياسة والرياضة ممكن تفسد حاجات كتيرة. فإحنا بإذن الله بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا كل مناسبة بتحصل في مصر نتجمع، لأن خاصة الرياضة أكبر ناس بتحبها. ما فيش في مصر حد ما يحبش الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد والمقاولين، يعني كل الأندية لها جماهير. فاحنا لما نعمل حاجه زي كده والناس تحس ان في تقارب، عشان الناس تقول لك لا احنا في محاربه بيننا وبعضينا، لا احنا بنقرب الناس مع بعضيها. وفي نفس الوقت احنا كمان بندي رساله للناس ان احنا كجمعيه قدام اللاعبين، احنا اكترنا لاعبين، يعني كلنا لاعبين، ان احنا اخذنا خير في مصر كتير، يعني ربنا وفقنا ولعبنا دولي ولعب ومرنا انديه وربنا كرمنا من اوسع الابواب باسم انك انت مدرب في الزمالك او في الاهلي او في مصر. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان الجيل اللي طالع يحذو هذا الموضوع، بحيث ان ما يبقاش احنا زمان كنا بنروح النادي من الساعه 10 الصبحيه نمشي 10 بالليل، النادي دلوقتي بتيجي قبل التمرين بنص ساعه وتعمل الشاور بتاعها وكل العربيه بره وماشيه. ما بقاش في ولاء زي زمان زي ما احنا كنا قاعدين في الانديه، يعني مثلا الكابتن عبد الشافي معزوم، انت فين يا كابتن؟ انا بصلي في النادي الاهلي، وما يقدر يصرم في اي حته، لكن ده البيت بتاعه الكبير، انا كل يوم بعد صلاه الظهر فورا لغايه صلاه المغرب وانا موجود في النادي. فاحنا